السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سيكون حول كيف تقرأ حرف إي و دوزيل أو إي دوزيل أو إن، كيف تنطق في الكلمات. إذن ما سنقرأوهاش إيل، لا تقرأ إيل ولا إيلون، تقرأ إي إي إيون إي إيون، يعني هاد اي نتوا بدوزيل او دوزيل، يعني تشبه بها بالياء، يعني ياء، والحرف اللي يكون موالي لها هو الذي يشكلها. اذا كما تعلمنا سابقا ان او عندما يكون في اخر الكلمه يجعل الحرف الذي قبله ساكنا، اذا بما انها ياء نديروا لها سكون اي. وهنا عندنا او ان، حتى هو هذا الدرس شفناه سابقا اون، ولكن متى تكون عندنا ياء ايون تنقراوها ايون. ان برومناد اون فامي، ان برومناد اون فامي يعني جوله او نزهه مع العائله. ان برومناد اون فامي ما قريناهاش فاميل. في في دي غي بي تي بي لا جون في اسيز او بور دو لو. C'est la cousine de René. La jeune fille assise au bord de l'eau. يعني البنت الجالسة على ضفاف المياه أو الماء. La jeune fille assise au bord de l'eau. هي. C'est la cousine de René. C'est la cousine de René. هي ابنة عم أو ابنة خال روني. لاحظوا معنا cousine هي ابنة العم أو ابنة الخال. عندنا كوزان تنحيدو هذه او، لا قريناها كوزان بلا او، يعني ابن العم وابن الخال. اذا اي يون اي اي لا في لا فامي لا بي جو ما بي ان فري ان فري لو بابيون، هذه تقرا يون. لو بابيون لو كريون سوندريون لو سيون ي بريي s'habiller, griller, fritiller, gaspiller. Yé, un billet, le mois de juillet, le mois, le mois de juillet, le mois de juillet, yani, charioulouz, des milliers. Dans le jardin de son oncle, René a trouvé des chenilles. Dans le jardin de son oncle, يعني في حديقة عمه, روني a trouvé des chenilles, يعني روني وجد مجموعة من الديدان, des chenilles. روني a joué au bi avec Rémi. روني a joué au bi avec Rémi et l'as-tu perdu? Et l'as-tu perdu? يعني لعب يعني بالبي avec Rémi et l'as-tu perdu? Suzanne est gentille. Suzanne est gentille. Elle a bien voulu habiller le bébé. Suzanne est gentille. Elle a bien voulu habiller le bébé. Bimana anna Suzanne latifa. Wa aradat yani bi kulli farah an tulbisa ar-radi'. Un joli papillon sert une fleur. يعني فراشة جميلة على إحدى الورد يعني على وردة. un grillon dans son trou. un grillon يعني أحد يعني صرصار في حفرته. dans son trou. ce matin la tante a donné à René ou à René un billet tout neuf. يعني هذا الصباح لا طونت ادوني اغوني يعني اعطت الى غوني العمه اعطت الى غوني ان بي تو نوف يعني بي واحد تاشيره تو نوف يعني واحد ورقه تثبت انه يمكن استعمال مثلا الدخول الى احد المسارح او الى اي او بي تاع القطار يعني ورقه القطار يعني تستعمل ل يعني تتأكد أنك أديت الفاتورة من قبل. La mère de Camille
groupe l'herbe avec une fusée. La mère de Camille. Hadi Camille, hada ism, yani ism alam. Yمكن نقطعوه Camille, yani ism Camille, il y a ism le bint Camille. Coupe l'herbe avec une fusée, yani Camille. قطعت العشب بي انفوسي هو المنجل. كاميل إتي جون في بلوند، كاميل إتي جون في بلوند، يعني كاميل فتاة شابة شقراء. إلي تخي جولي، إلي تخي جولي، إنها جميلة جدا. إلي تخي جولي. روني لا بلوتو دو سون بيغ، فويي كوم إل بغي. روني لاف لوتو دو سون بير، يعني روني غسل سيارة أبيه وقال يعني فويي فويي كوم فويي كوم بغي، يعني انظروا كيف تلمع، انظروا كيف تلمع، يعني كيف تلمع هذه السيارة. لو بير لا مير اي سي زونفون فوالا اون بيل فامي. لو بير لا مير اي سي زونفون فوالا اون بيل فامي، يعني الأب أب وأم أو الأب والأم وستة أطفال، ولا إمبال هذا يكونان أو يعطيان إمبال فامي، يعني عائلة جميلة. لو بوتي روني بيان أبيي، لو بوتي روني بيان أبيي، يعني روني الصغير لابس جيدا أو لابس ملابسه بطريقة جيدة. لا بروميير إتوال بري، لا بروميير إتوال بري، يعني النجمة الأولى تلمع. Le maçon a posé une grille sur le mur de cette maison. Le maçon a posé une grille sur le mur de cette maison. يعني le maçon يعني البناء وضع une grille يعني واحد السياج sur le mur على حائط هذه هذا المنزل أو هذه هذا المنزل de cette maison. Camille a vu Camille a vu avis un papillon René Sabi la famille نعود لهنا اللي كامل اللي تعيدني يعني رغم انها دوزيل اي ما قريناهاش كامي كما قلت لكم هذا اسم عالم، هذا اسم عالم كامل، يعني ماشي مشكل نقراوها كامله كنت باقي تنتعلم في المراحل الاولى وما نخلطش الحسابات نقراها كامي، لكن اللي قريناها كامل تنعتبروها انه اسم عالم. اسم العالم يعني غالبا ما تحضر ما لا يخضع الى قواعد. اذا الصور التي ينبغي ان نتعلمها لو غريون، لا تقرا لو غريلون، لو غريون، لو غريون يعني الصرصار. لو غريون ان بيي دو سينما، ان بيي دو سينما يعني ورقه دخول الى السينما. لا فوسي، لا فوسي المنجل. La fossile, un habillé, يعني ملبسين، يعني مجهز. Un papillon, la chenille, dedans. Une grille, siège. Une petite fille, une petite fille. Et dans Adna, EM, elle est encore en. Tu trembles, tu trembles. As-tu emporté? ton menton, tu trembles, يعني ترتجف بفعل البرد، شعور البرد. As-tu emporté ton menton؟ هل لابست معطفك؟ As-tu emporté ton menton؟ trempe ta main dans l'eau، embrasse ta mère. trempe ta main dans l'eau، embrasse ta mère. embrasse ta mère، يعني قبل وعانق أمك. dans la campagne، dans la campagne، في الجبل، dans la campagne. جئن كما رأينا في الدرس السابق أو الدروس السابقة أن الجئن عندما تكون متتاليتين يعني الجي لا تنطق هنا، تنطق فقط إن. لا مونتان، إذا أو هي يجعل الحرف ساكنا إذا كان في آخر الكلمة. لا مونتان، إذا النون تدل على السكون. إن لا مونتان، لا فين، سوبينيي، سوبينيي. عندنا وان هي شفناها في الدروس السابقة، في الفيديوهات السابقة. لو سابان بوينتي، لو سابان بوينتي سي لوان، سي لوان، موان، موان. توت لا فامي اي بارتي دون لا مونتان، توت لا فامي اي بارتي دون لا مونتان. كل عائلة ذهبت إلى الجبل أو في الجبل. لونكل يعني العائلة، لونكل لا تونت، العم والعمة، لو بوتي روني اي سا كوزين. و
روني الصغير إسا كوزين وبناتي أمه أو بناتي خالتي خالي. La cousine de René est une jeune fille blonde. La cousine de René est une jeune fille blonde. يعني ابنة عم روني هي فتاة شابة شقراء. Dans la montagne, ils ont vu un lac tout bleu. يعني في الجبل ils ont يعني العائلة يعني لا طونت روني وابنة خالته ابن ابنة عمه و و ils ont يعني هم ils ont vu يعني رأوا ils ont un lac tu bleu يعني رأوا un lac يعني بحيرة tu bleu زرقاء جدا أو كلها زرقاء. Autour du lac, il y a des sapins pointus. Autour du lac, il y a des sapins pointus. On ne peut pas se baigner des longues. On ne peut pas se baigner des longues. يعني لا نستطيع أن نسبح دي لونكل. L'eau est froide. الماء بارد. الماء بارد. روني ترومب سا مان. روني ترومب سا مان. C'est vrai. يعني روني جرب بيدي. C'est vrai. ويقول c'est vrai. La mer est moins froide. C'est vrai. La mer est moins froide. يعني البحر أقل برودة. يعني برودته يعني غير شديدة مثل أو أقل برودة. Et moins froide, c'est à l'ouvrage. René cherche des grillons. René cherche des grillons dans les trous. Yani René yabhat ala sarasir dans les trous, fil hofar, dans les trous. La cousine de René a pris un joli papillon. La cousine de René a pris un joli papillon. Yani ibn Tam René a khadat un joli papillon. Yani khadat ou l'taqatat. Yani فراشة جميلة. Ils ont revenu le soir à la maison. Ils ont revenu le soir à la maison. يعني في المساء. Ils ont revenu le soir à la maison. المساء رجعوا إلى المنزل. Demain. Demain. René. Nous irons à la ville. يعني René. Nous irons à la ville. Ce n'est pas loin. Il n'a laissé cette baïda. Ce n'est pas loin. Mais il faut se lever tôt. Il n'a laissé cette baïda. Ce n'est pas loin. Mais il faut se lever tôt. لكن يجب أن نستيقظ باكرا. Mais il faut se lever tôt. إذن هكذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.